باب احفظهم الله احفظهم الله خويا عبد المولى احفظهم الله احفظهم الله كان غيتسبب في الوفاة ديالهم هاد مولك ليود كان غيتسبب المجموعة من الناس عبر السيارات ديالهم ميلود هرب هرب وخلى السيارة عاد الناس حفظهم الله هنا الناس اللي شافوا المشهد يعني راه تخلعوا الناس غوتوا بالقوة ديال الضربة ديال هاد السيارة هادي اللي نقصات من الانتيردي ونقصات الشارع الاخر ودخصدمات معها جوج ديال السيارات اخرين واش هيك باصر جلد يعني في هاد اللحظات عناصر الامن كيحضروا من اجل معاينه ديال هاد الحادث السير الخطير هاد اللحظات الكونستاتور كيحضر المكان ديال الحادث بطبيعة الحال كتم معاينة ديال الحادث السير الخطير شوفوا معنا القوة ديال الضربة ديال هاد السيارات شوف فهمت شنو كيدوز من وسط كسيدة هادشي هادي راه حدا مارينا ريحة البحر ولا قادوس ياك تحياتي الله يحفظك اهلا نقز من نطلع الا نضرب هادو شويه الرويده شعلت فيها العافيه دابت الله يحفظك الله يحفظك لا طبقه جديده على جمعه يعني كيف ما كتشوفوا معنا حجم الخسائر اللي وقعت خويا حدا مارينا اللي في قرب مسجد الحسن الثاني هذيك ليو والداسيا والباسات هاد البيضة راك ليو عاد الداسية الوسط عاد الباسات ديال الاخرى
مشاهدينا مش الكرام مش دخلنا شفتي غادي نودعكم على منطقكم في بث مباشر اخر ان شاء الله الى اللقاء.